في الوقت هذاك أستاذ بن شريف داروا ندوة الوفاق الوطني، يعني ترى أنت شاركت في ندوة الوفاق الوطني هذه؟ ما كيفاش حتى جات ندوة الوفاق الوطني؟ لازم نزيدو نمدو تحليل الشعب، نعم لأن علي كافي كي جابوه جابوه، ما عرفش كيفاه يسير المرحلة، باسك عندما ندخلوا في جونفي 94 يصرى فراغ كبير في الدستور. لماذا؟ لأن الأسيو جاء حكم كمل الفترة تاع الشاذلي، بصح كي تنتهي الفترة تاع الشاذلي علي كافي ولا يدير التجمعات مع الأحزاب، انقسموا التيار السياسي في الجزائر، انقسم إلى ثلاثة، الباكس والإرسيلي. كان عندهم طرح يقولوا لازم نديروا دولة لائكية ديمقراطية غربية، والإسلاميين بن محمد نحن حجاب الله يقولوا ما دام الشعب كله مسلم نديروا جمهورية إسلامية نمط نتاعها. والجماعة تاع لفلان ورضا مالك وهذاك الشريف بالقاسم ومجموعة أخرى تاع الثوار يقولوا لولا الثورة التحريرية الجزائر ما عمرها ما كانت دولة، دونك لازم تكون الدولة محمية بالجدار الوطني. أبا الصيف والخريف كامل ما لقاوش حل، انا والمجموعه اللي معايا درنا ليرنسي التجمع الوطني الدستوري، وبعثنا بريال الجيش، قلنا الجيش لازم تجي تحضر باش نحلوا المشكل هذا، ما تبقاش البلاد في غيبوبه، لان علي كافي ما قدرش يفصل مع الثلاث تيارات. احنا واش اللي عندنا؟ عندنا فراغ تاع رئيس الجمهورية نديروه رئيس دولة، وعندنا فراغ تاع البرلمان نديرو السي ان تي. ولينا احنا في مع الاول المؤسسين تاع التجمع الوطني الدستوري كنا في 13 حزب، ومن بعد زادو نضموا لينا 16 حزب ولينا في 19 حزب. درنا ندوة الوفاق الوطني، نعينوا رئيس تاع الدولة ونعينوا مجلس، من بعد نعينوا مجلس انتقالي في مرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية. ودرنا 70 بند، والمادة السادسة كانت تقول رئيس الدولة يعين عن طريق شركاء الحوار. خلى بالك بالقصة هذه. نعم. ها والحزاب كما بن بلا هذوك ما جاوش، واحد ما جا، جانا احنا وبوك روح، وجينا احنا التجمع الوطني الدستوري. يا اخي فاهم الحكايه هذه؟ نشوفها، كنت ساعه ساعه نتبع المداخلات نتاعهم، وجاو حتى كاين بعض القيادات الفيس من بينهم كرار هذاك نتاع وهر، نشوفها مليح. هذاك محمد كرار تاع وهران وبشير فقيه ومراني، ومراني ثلاثة مؤسسين حضروا في ندوة الوفاق. ايه نشفى لها. المهم وعلى بالك واش داروا في ندوة الوفاق؟ راهم بدلوا المادة السادسة اللي كانت تقول رئيس الدولة يعين عن طريق شركاء الحوار. وانا انفوطوا عليا الحزاب انا هو رئيس الدولة. وهذه عندك المعلومة هذه ولا ما عندكش؟ سمعت بها بصح انت الان حبيت انا اتاكد لنا بعض الاشياء. سمعت بها هذه؟ انا كي درت التجمع الوطني الدستوري الارضية انا والمجموعة تاعي اللي صيغناها في قسنطينة، بارسك الحوار اللي كان يحضر لجنة الحوار كان يتريسها يوسف الخطيب ومازال بالحياة. صحيح.
وكان حاضر فيها ثلاث جنرالات ماجور، الطيب الدراجي الله يذكره تعذرت. بالخير، ومحمد صنهاجي الله يرحمه تاع وهران، و ذاك تواتي محمد، المخ. وكان فيها الباطوني بو عنداس، وكان سكرتير جنرال تاع الرئاسة ياسين طه ياسين طيار، وكان قاسم كبير، وكان بن صالح الله يرحمه هو الرابورتور تاع اللجنة. حنا كي رحنا باش نديرو ندوة الوفاق الوطني، انا كنت انا هو الزعيم الروحي تاع 19 حزب، وجماعه كانوا حابين يجيبوا بوتفليقه يديروها رئيس، حنا رفضنا. انا واحد من الناس قلت لهم الله ما دار عليا انا رئيس هذاك، بان تفهموا مليح لو مات الله يرحمه الله يوسع عليه، بصح انا كانت مواقفي هكا. يومين قبل كي طلعنا في الطيارة، وطلعنا في الطيارة نزلنا في المطار، جاو جماعة طلعوا للطيارة مسلحين، قال لك وين هو الزعيم؟ أنا على بالي يهضروا عليا، قلت له ماني هنا، قالوا لي هيا معانا تبعنا، قلت له ميسك جو سوي اون ايتا داريستاسيون ولا ريزيدونس سيرفيي ولا نتوما كارد رابروشي، قالوا لي حنا أمن. أنا قلت له مادام أنت طالع الطيارة بالكلاش كباين امن، هذه في 94 جونفيا 23 جونفيا 94. انا داوني للمطار من الدروس تاع الطياره، قلت لقيت اخا مخ عندنا تما، وهما اساسين هكا عليا، حتى داروا لي قريب مضايقه هكا. اخا مخ تاع الجنوب، انا تاع الجنوب والله، هذا أخا مخ. أخا مخ الله يرحمه، إيه موسى. ربي يرحمه. إيه تاع التوارك تاع أخا مخ أمير العقلاء. كي عادت 11 ونص تاع الليل، قالوا لي هيا معانا. وين تبات؟ قلت ما أنا نبات في الوراسي. كي خرجنا، قلت لهم دركا وكاين كوفر فو، ميتيريو علينا، لي باراج والدنيا. لقيت زوج طاكسيات تاع لا بريزيدونس. جمهورية جزائرية جيم جيم، ولي موطار تاع الجدرمية، ولي موطار تاع لابوليس، وداوني لوراسي، بتنا في لوراسي. الغدوة اتصلت أنا بالحزاب، قعدنا في الحزاب، بقات أنا دايما عندي أون كارد رابروشي. من بعد حنا كي في الليل تفاهمنا باللي حنا هما اللي حنا اللي شاركنا حزاب اللي شارك 31 حزب اللي شاركت في ندوة الوفاق الوطني هي اللي تسير المرحلة الانتقالية. الصباح كي وصلنا القصر الشعب، جاتني تيافا جورناليست، قالت لي سي بن الشريف البارحة كنت رئيس، بصح اليوم ما نحاول. انا عميه، انا ما حبيتش نقوي معاه الهضرة. كي دخلنا لقينا ورقة صفراء مكتوبة بالفوتر كحل، مكتوب فيها تلغى المادة السادسة وتعوض كما يلي: رئيس الدولة يعين عن طريق مجلس الأمن، ما يعينوش كما درنا في الاتفاقية، ما تعينوش اللجنة. يسمى استخدموكم. نعم استخدموكم، استخدموا الأحزاب، قضوا بهم صالحة، ومن بعد ما قضاو لا صالح لا والو، الحزب ما جاوش بكل. ماشي، اسمع شي خبابه، حنا اللي اقترحنا المرحله الانتقاليه، واحد ما اقترحها. التجمع الوطني الدستوري هو اللي منع الجزائر من كارثه، باش كاين فراغ رهيب والمشاكل والاقتلاب الراكد تراب وفوضى عارمه، ما يستعملنا حتى واحد. حنا قانعين بشي اللي درناه، باسكو الجزائر قبل كل شيء عندما تكون لوط. اسمح لي عندما انا فاهم هذه النقطة، هذا اسمح لي برك هذه النقطة، ما تقوليش استعملوكم، حنا استعملناها، حنا درناها وعطينا للجزائر لا استاذ بن شريف مرحلة انتقالية، باسكو هذيك المرحلة صعيبة بزاف. استاذ بن شريف
انا ما رانيش كيما التلفزيون تتكلم حتى سمعنا وانت تتكلم، ما رايني راح نكوبيك ولا راح نتكلم. لا لا كتقول لي استعملوكم، هذه صعبه. اسمح لي انا نوضحها. انا زعيم كبير، اسمح لي انا زعيم كبير، وعلى اسمح بالك لي نزيد نوضح نعطيك لك، معلومه في 17 دركا ديسمبر. نوضح لك هذه النقطة برك. لا ما توضح ليش، انت انت برا قلت لي استعملوكم قضاو بك ما يقضي بنا حتى واحد. لان الجزائر انا طرحت تاعي لك سؤال. الجزائر تاعي وتاعك اسمح لي وتاعنا كل، بصح في وقت كيما هذاك اللي ما وقفش اصبر معنا احنا تاني نعتبروه خاين خبيث وماهوش وطني، اصبر برك باسكو اصبرني البلاد انا تنهار. راني يا استاذ بن شريف اصبرني لا برك انت قلت لي استعملوكم قضاو بكم، ليش انت معليش الوفاق الوطني احنا اللي اقترحنا باه الجيش يدخل يحضر فيها، يا صبرني لان علي اصبر. كافي كان ماهوش قادر باه يسير المرحله هذه من بعد عاود والناس راجع تموت. يا الله. على بالك باللي الاولاد الصغار يجيو من السيرفيس ناسيونال يدخلوا عليهم لي راب يروحوا يقتلوهم يذبحوهم في الديار، الوفات والوفات اللي صارت هكا. وكانوا يقولوا جميع اللي يخدم في الدوله او ضدنا، احنا ما يا ضد حتى واحد، يا أستاذ بن احنا شريف نهار اصبرني اسمع لي بس شي خبابه، انا نحترم الراي تاع كل واحد، ولكن ما يا تقوليش اصبرني انا راني استعملوه. طرحت لك سؤال، انا طرحت لك لا سؤال. قلت لي استعملوكم. اصبرني يمكن نوضح لك سيدي النقطة. والله ها تفضل يا اصبرني سيدي ونسمع، راه تفضل شوف هذا قلت لك نقاش. انا انت راك بروحك تقول باللي رحت وقالوا لي هذه نتاع التيافان باللي راهم تما عينوك لمدة نتاع ساعات ونحاوك، وراك من هو تقول اللي باللي عيني عينوني الحجاب ما عيني حتى واحد، إيه غير صبرني ولكن كمل. الندوة اسمح لي بس فما مليح، الحجاب عينوني بس على الندوة الوطنية أي فيها الأمن فيها النقابة فيها المجتمع المدني. هو القانون كان يقول رئيس الدولة يعين عن طريق شركاء الحوار، شركاء الحوار اللي عينوني أنا هما الحجاب، ولكن الأمن والجيش والنقابة والمجتمع المدني أما عينونيش. اصبرني نكمل برك باش لا انا خاطري نوضح. نحطك في الصورة باش تفهم الوضعية. يا قلت لك تكلم على روحك، انا قلت لك تكلم على راحتك، ما كان حتى مشكلة. نوضح لك النقطة برك، انت قلت لك بروحك راك قلت لي باللي رحنا ولقينا ورقة ومكتوب فيها بستيلو فلتر باللي راه منحاولوش. شكون هما هاد الناس اللي نحاوهم؟ لجنة الوفاق الوطني، يعني درك نفهمك برشك، أي مكتوبة في الوطن روح لزارشيف. رئيس اللجنة تاع الوفاق الوطني اللي اسمه الكولونيل اسمه يوسف الخطيب تاع المنطقة الرابعة الولاية الرابعة، ها قالوا له علاش غيرتوا البند السادس، قال له الخوف تاع بن الشريف هو اللي خلانا نغيروا البند السادس، هكا قالها هو. قالوا كي سمعنا بن الشريف رشحوه الاحزاب ويديها بالاغلبيه، انا 30 حزب اللي معايا ماهوش معايا غير الخوان فيها تاع نحن برك، قالوا خفنا منه هكا ومازال بالحياه هو. معليش قالوا بدلنا اسمع بدلنا هذه الماده، بس انا نزيد نقولها باش ما نكونوش نكذبوا على التاريخ، الحزاب ما هما إلا نصيب من الوفاق الوطني، لأن الوفاق الوطني فيه الأمن والجيش والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية نعم. اسمح لي والحجاب. استاذ بن شريف، تراك نعم ذكرت لي درك يوسف الخطيب، راهو هو كان برتبه كان نتاع هو عقيد الرئيس تاع اللجنة. ايه، وكانوا معاه مجموعه من الضباط. هادو شكون اللي هاني دارهم؟ سميتها من اكتلات الضباط جنرال ماجور. ايه هادو شكون دارهم؟ دارهم الاحزاب ولا دارتهم قيادات عسكريه؟ شكون اللي دارهم في اللجنه نتاع الوفاق؟ بارسك حنا كي قلنا نديرو لجنة الوفاق الوطني قلنا لازم الجيش يكون ممثل فيها، اطلبنا باش يكون لجنة هي اللي تسير المرحلة الانتقالية، هي اللي تسير الميكانيزمات، بس لازم يكون الجيش برشك الجيش قراراته صارمة
والجيش فيه لا ديسيبلين، على بالك مع اللي كافي او 14 اجتماع ما قدرناش نديرو جدول الاعمال. الاخوانجيه يحكيو زي، والديمقراطيين يحكيو زي، وتاع التوره يحكيو زي، وهو مسكين في نص هكا كي اللي بابور راح له المقود هذاك الغوفرنال تاعو ما كانش خلاص. الجنرالات هذوش اوكي دونك لازم الاحزاب يجي الجيش ويحضر معنا باه نديرو المخرج. وينهم اللي قلتو لهم باش نتوما يجيبوا لكم هاد الجنرالات؟ شكون هما هذا اللي كافي نحطوه هكذا حنا اكوتي؟ شكون هما هاد الناس اللي جابوا لكم هاد الجنرالات باش يكونوا في هاد اللجنه نتاع الوفاق؟ حنا اللي بعتنا بريه وقلنا لازم يكونوا جنرالات يمثلوا الجيش، فاش كاد المرحله ما يخرجوهاش الحزاب، الحزاب الضعاف فابل كارثه. الجهة وين هي الجهة هذه اللي اتصلتوا بها؟ المخابرات مثلا؟ لا كانت المخابرات، ما دخلت المخابرات في الفكره هذه. وزارة الدفاع؟ ماذا احنا قلنا؟ لازمنا الجيش يكون طرف في اللجنه نسميوها لا كوميسيون دو ديالوج ناسيونال، لا سي دي ان. معاك، راني معاك. وهذه لازم وينها يكونوا الجهة؟ فيها. الجهة اللي اتصلتوا بها، الجهة اللي اتصلتوا بها وينها؟ كيف الجهة اللي اتصلنا بها؟ هذا الناس اللي راهم دوك هما داروا يوسف الخطيب وهذا الطيب دراجي وهذا صنهاجي، شكون هي هذه الجهة اللي هي نصبتهم؟ هما 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 داروا لجنة وكانت رئاسة مشتركة فيها لو اش سي او اخي كيما تبغي ديال، زادوا ضافوا واحد اخر اللي هو رضا ملك. ها اصبحت الرئاسه تاع الجزائر تمشي بخمسه، الرئيس علي كافي واربعه نواب. النواب هما نزار علي كافي رضا ملك وتيجاني الدار. ايوا خالد نزار. اي خالد نزار عدو معاه. اوكي اوكي داكور هاني فهمت. هو عدوها عدو خالد باسك. الرئاسه جماعيه اسمها المجلس الاعلى للدوله. الرئيس بوضياف كي مات بوضياف جا في بلاصتو علي كافي وطلعوا رضا ملك حطوه تما في عضو معاه. دونك ولاو الرئاسه الجزائريه جماعيه عن طريق هذه الهيئه اللي يترئسها علي كافي. أوكي. علي كافي هو اللي فتح الحوار ولكن أوكي. غرق ما قدرش باسكو مع من تمشي لفلان والثوار والشخصيات يقولوا نديروا دوله محميه بالجدار الوطني اللي هما المجاهدين والشهداء، ولاد الشهداء ولاد المجاهدين. الاسلاميين يقولوا مادام الشعب كله اسلامي ما كانش حزب يكون ماهوش اسلامي، جمهوريه اسلاميه. والباكس والارشيدي واليساريين والمثقفين يقولوا نديروا دوله لايكيه يحكمها دستور مدني، يحكمها دستور عصري، يحكمها دستور غربي. يا استاذ بن شاكي تعود قدام ثلاثه كلمات اسمح لي هادو يقدروا يخرجوك. كاين بعض التفاصيل شيخ بابا. دوك نهار قاعد نشوف في واحد الناس ظهروا زعميتك في الحراك وقاعدين يتبلاو على السياسه. واحد يقول لك نديروا مرحله انتقاليه نجيبوا طالب الابراهيمي، واخر يقول لك نجيبوا زروال، اخر يقول لك شفت النيفو كيف هابط. حنا دائما كي نحكيو على الدوله ككيان ونحميو الدوله من الانهيار ونلقاو الحل توافقي. حنا اتفقنا. خلينا هذيك نجيو لها للحلول. صبرني يا صبرني هذيك نجيو لها في الاخر. خلاص نتاع او صالح لو موجود درك وين من حد. لا لا دوك نجيو للحلول، نجيو للحراك او الحل السياسي درك موجوده وعندنا رئيس وعندنا دستور. معليش دوك حنا رانا نتكلموا، حنا رانا الان دوك في النقطه نتاع هذه نتاع الندوه نتاع الوفاق الوطني. مجموعه من الاحزاب اللي قلت لي انت هما راهم يمثلوا اغلبيه من الحاضرين اللي هما اختاروك انت، كاينين الناس اللي راهم درك هما عندهم توجه اسلامي اللي هما ما يمثلوش اغلبيه
ناس أقلية هكذا، ناس كذا في هذه اللجنة نتاع الوفاق الوطني، القيادات ولا بعض الأعضاء اللي هما منتمين للجبهة الإسلامية، ناس من القاعدة نتاع الجبهة الإسلامية ضدهم. درك الآن هذه اللجنة اللي فيها هما مجموعة من الجنرالات، قلت لي أنت باللي هذه المجموعة نتاع المجلس الأعلى ماشي فيها التلت، هما في 8 ومن 8 كاينين 3 جنرالات، واحد يمثل الغرب احمد السناجي الله يرحمه، واحد يمثل الوسط محمد التواتي، واحد يمثل الشرق الطيب الدراجي، اي موزونه هذه. اوكي وفيها 5 مدنيين، فيها واحد باطوني بو عنده الساع النبع، والرئيس تاعها او رئيس فوري او رئيس تاريخي كان قائد الولاية الرابعة اللي هو الدكتور يوسف الخطيب. نعم. وفيها واحد من رئاسة الجمهورية هو طيار ياسين. باش نفوتوا النقطة هذه، أنا تفاصيل ما تعنينيش، كاين النقطة اللي نحن أثرناها هذه نتاع تعيين، حاب نناقشها معك، صبرني نكمل لك الفكرة ونفوتوا الأمور واحدة أخرى. قلت لك هذه الورقة هذه اللي أنت قلت لي باللي لقينا فيها مادة تنحي كذا، انا درك راني حبيت نطرح لك السؤال، درك هذه الجهه درك اللي هي راه فرضت نحات هذه الماده ونحاتك انت، شكون هما اللجنه اللي سميتها ملك الرئيس تاعها ومازال بالحياه؟ اوكي نفوت اي كاين اللجنه، وكان شكون يدير اللجنه؟ اللجنه المدير تاعها او رئيس اللجنه هو الكولونيل التاريخي الثوري الدكتور يوسف الخطيب اللي اسمه فتورة سي حسن. اوكي هو الرئيس. خلاص اصبرني، انت راك كنت ضد بوتفليقة من خلال الكلام تاعك، كنت ضد انا ضد بوتفليقة. اصبرني، كنت ضد انت بوتفليقة باش يعينوه كرئيس لمرحله انتقاليه. انا ضد اسمح لي، والتجمع الوطني الدستوري بكل ضد، 19 حزب ضد. هما راهم جابوا زروال، زروال شكون اللي جابوا؟ هذيك بيناتهم هما جابوا زروال. ايه شفت كيفاش؟